حول هذه الجولة الأفريقية إجمالا ومتابعتها. ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. سيادة السفير، هذه الجولة الأفريقية كيف ترى أهميتها بالنسبة لمصر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي على طريق جهود مصر الدائمة في دعم العلاقات الأفريقية الأفريقية؟ لا شك أن هذه الزيارة خاصة بالنسبة لزامبيا، حيث يتم تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى الدولة المضيفة حاليا، وأعتقد ده أحد المحاور الرئيسية لهذه الزيارة، من حيث أنه سيتم استعراض ما تم إنجازه في فترة رئاسة مصر للكوميسا، والتي شهدت العديد من الإنجازات، خاصة مبادرة التكامل الصناعي التي طرحتها مصر. وواقع الأمر أنها مبادرة في غاية الأهمية، لأنها تشجع أولا على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية، وضرورة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالصناعة. هذا فضلا على أنها من المؤكد أنها ستنعكس على الهدف الرئيسي من إقامة هذه النظام، مجموعة الكوميسا التي تقوم على أساس أنها كانت اتحاد تفضيلي للتجارة، ثم أصبحت اتحاد جمركي، والآن تتكلم تقريبا على كأنها منطقة تجارة حرة. فهذه المبادرة من شأنها في النهاية أن تزيد من حجم التجارة ونوعيتها أفريقي بين الدول الكوميسا بعضها البعض، وبين دول الكوميسا وباقي دول القارة الأفريقية. لا شك أن أيضا المبادرة دي ارتبطت أساسا بالبنية التحتية، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية بين دول الكوميسا، أو فيما يتعلق أيضا بمحورين رئيسيين أو طريقين رئيسيين قوميين على مستوى القارة، وهو الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأيضا بين خط القاهرة كالتاون، فضلا عما يمكن أن يساهم به أيضا في مبادرة الحزام والطريق. نحن نعلم أيضا في دار التنمية المستدامة هناك مشروعات تتعلق في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة 2063. فيما يتعلق بالبنية التحتية هناك خطوط طرق عرضية وطولية في القارة الأفريقية، لابد أن يكون هناك أيضا في إطار هذه المبادرات ربطا بينها وبين تلك الطرق القومية. أيضا هناك لا شك جهد كبير بذل في ضخ العديد من الاستثمارات، سواء كان مؤسسات التمويل الأفريقية زي بنك التنمية الأفريقي، أو من خلال القطاع الخاص والحكومات الدول الكوميسا، أو مؤسسات التمويل الدولية زي البنك الدولي، أو مؤسسات التمويل المهتمة بالشأن الأفريقي. فتم هذه الاستثمارات في البنية التحتية وأيضا في القطاعات الإنتاجية. أعتقد أن جهد مصر في هذا الإطار كان جهدا كبيرا وعظيما. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني من الزيارة في زامبيا، فهو بالقطع العلاقات الثنائية بين زامبيا ومصر، وهذه العلاقات تتميز بأنها في تنامي وتصاعد وشاملة لكافة المجالات، وسيكون الهدف منها أساسا هو تطوير وتعميق هذه العلاقات والتشاور حول السبل لتسوية النزاعات الموجودة في القارة الأفريقية، خاصة تلك التي تتعلق بليبيا والسودان وأيضا الكونغو، منطقة الساحل والقرن الأفريقي. وأيضا سيكون هناك اهتمام بالجانب الخاص بالجانب الاقتصادي كما أشرت، فضلا عن الجانب الاجتماعي الخاص بالصحة وبناء القدرات والثقافة والتعليم. ومصر لها يعني رصيد ضخم في هذا الصدد، سينعكس بالقطع العلاقات الثنائية. لا شك أن المحور الثالث بالنسبة لزامبيا هو ما يتم من انطلاقات ثنائية على هامش هذه الاجتماعات، وهذا يشمل العديد من دول 21 دولة الموجودين، وسيكون شاملا للملفات الأمنية المتعلقة بالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأيضا متعلق بالجانب السياسي فيما يتعلق بالمشاكل التي أشرت إليها وطرق تسويتها والإسهام فيها، في ضوء مبادرة إسكات البنادق، وفي ضوء أيضا ما يتم من مواقف ووساطة تتم في إطارها. أما في الجانب الاقتصادي فطبعا كما أشرت منطقة التجارة الحرة القارية وانعكاساتها وارتباطاتها بمنطقة الكوميسا، فضلا عن الجانب الاجتماعي الذي أشرت إليه. هذا ما يتعلق بزامبيا. طيب أنجولا، ما هو متوقع من اتفاقات أو دعم للتعاون في مجالات بعينها بين مصر وأنجولا؟ يعني المجالات المتوقعة الاستثمارات وقطاع النفط.
لا شك أن العلاقة ما بين مصر وأنغولا وأيضا موزمبيق هي علاقة ذات خصوصية تستند أيضا إلى الجانب التاريخي. مصر لها علاقات ضاربة في أعماق التاريخ مع البلدين، وخاصة في فترة التحرر السياسي والتحرر من الاستعمار. وأعتقد أن هذه الزيارة ستزيد من فرص التعاون والشراكة بين مصر وكلا الدولتين في كافة المجالات، باعتبار أن آفاق التعاون تعتبر تقريبا مستحدثة، وغالبا ما تشمل مجالات الطاقة ومجالات الاستثمار في قطاعات اقتصادية معينة، وأيضا فيما يتعلق بالعلاقات في الجوانب الخاصة ببناء القدرات، وأيضا فيما يتعلق بالجانب المرتبط بالأمن الغذائي وأمن الطاقة. وهذه الأمور أعتقد ستكون يعني محل اهتمامها في مواجهة تداعيات الثالوث الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ، لأن هذه الدول من أكثر الدول التي تأثرت بهذه التداعيات. ورغم أن احنا أو كدول أفريقية ومنهم هاتين الدولتين هما الأقل سببا في هذه التداعيات، وبالتالي هذا الاهتمام سيكون مركز على تلك القطاعات سواء كانت ذات الطابع الأمني أو ذات الطابع السياسي أو ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الطابع الاجتماعي الخاص بالصحة والتعليم وبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب، خاصة وأن مصر لها دور كبير ريادي فيما يتعلق بدور الشباب في المجتمعات الأفريقية بصفة خاصة. في رأيك سيادة السفير، التحدي الأكبر أمام التكامل الأفريقي اقتصاديا، يعني جهود مصر على مدار العامين الماضيين في ضوء رئاستها للكوميسا وما سيتم طرحه من نقاشات مع تسلم زامبيا لهذه الرئاسة، كان التحدي الأكبر على سبيل المثال التنقل فيما بين دول القارة وبالتالي تسهيل حركة التجارة، المبادرات الخاصة بحركة النقل النهري، بحركة أو الربط النقلي بشكل عام بين دول القارة، هل ما زال هذا التحدي قائما وبحاجة إلى المزيد من الجهود ودعم التعاون في هذا المجال أفريقيا؟ أنا أعتقد هناك يعني إنجازات على طريق هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. حديث حضرتك تكلم بصفة عامة عن البنية التحتية، نعم، وكيفية تيسير حركة التنقل. وأنا أقصد هنا من خلالها يعني حركة الحركة الخاصة بتبادل، ليس فقط حركة تبادل الأفراد وإنما هو المهم أيضا حركة رؤوس الأموال وحركة الأفراد وحركة البضائع. هناك ثلاث حركات يجب الاهتمام بهم، وأعتقد أن مجموعة الكوميسا حققت إنجازات كبيرة على هذا الطريق، ولم يبقى إلا مزيد من الجهود فيما يتعلق بالبنية التحتية، وخاصة إذا كان هناك فرصة لربط كهربائي، وخاصة الاهتمام بموضوعات الطاقة النظيفة المرتبطة بعملية الاقتصاد الأخضر وفي إطار التنمية المستدامة. لا شك أن لدى الجانبين سواء أنغولا أو موزمبيق فرص واعدة للاستثمار في هذا المجالات، في هذه المجالات، وإمكانية أن تكون هناك شراكة مصرية أنغولية موزمبيقية في هذه المجالات بصفة خاصة ومرتبطة بالطبع، ليس فقط بمجال أمن الطاقة وإنما أيضا أمن الغذاء، لأن هناك إمكانيات وثروات في هذا الإطار يمكن أن تكون بمثابة آفاق راحبة للتعاون بين الجانبين. نعم، أشكرك جزيلا سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية.